حياكم الله مشاهدينا ويا اهلا ومرحبا فيكم، والمساء الجميل جمعنا معاكم، ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وايضا بضيوفنا الكرام اللي متواجدين معنا. بدايه راح ننطلق معاكم بهذه الفقره الشعريه مع ضيف مميز وضيف متالق لا العديد من القصائد الجميله والمتنوعه والمختلفه. الكثير اشاد بهذا الشاعر، انا ما ودي اخذ الحلقه كلها اني اتكلم فيه، ولكن هو حصل ايضا على العديد من الالقاب المتعلقه بالشعر، لكن هو كونه يحب الخيل وفاز بالجائزة الأولى لوصف الخيل، لذلك لقب وأقرب لقب له هو يقول شاعر الخيل. شاعر جميل، شاعر مميز، هو شاعر ابن شاعر لا يشق له غبار، الشاعر اللي منورنا، حياه الله يا اهلا ومرحبا فيه، الشاعر عبد الرحمن الجنوبي. مساك الله خير اخوي عبد الرحمن. مساك الله بالنور، يا مرحبا ومسهلا. اهلا وسهلا فيك وسعيدين بلقائنا معك اخوي راشد. انا اللي استانست في حفاوة الترحيب منك وتشرف في وجودي معك وبقناة الراي، قناة لها حجمها بين جميع القنوات في دولة الكويت، وأنا اللي تشرفت فيك والله أخوي. حياك الله ويا أهلا ومرحبا فيك، وأيضا شاعرنا المميز أكيد في الوسط الشعري عارفين عبد الرحمن الجنوبي، ولكن أيضا المتابعين لبعض البرامج المتعلقة بالشعر والشعراء، هو أحد المشاركين في برامج شاعر المليون، فنفخر فيك دائما عبد الرحمن، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. آمين. عبد الرحمن مقل في أمسياتك، مقل في أصبحاتك، مع العلم أنه في فترة سابقة كنت نشط جدا. صحيح. يا ترى شو السبب؟ السبب هو وفاة الوالد الله يرحمه وبيحة، كان يمر في فترة علاج ومرض الله يبعد عنك وعن جميع المسلمين. آمين. فالفترة هذه كنت مع الوالد بالمستشفى إلى البيت، من المستشفى إلى البيت، فحتى يعني طلبوني الكذا أمسية وكذا أصبوحة وكذا، ورفضت بسبب أنه ما يصير أن الوالد تعبان أطلع أنا بأمسية أو أصبوحة وكذي. صحيح. هذا كان سبب الرفض عندي فقط لا غير. يعني وإعلامياً ليش مقل؟ إعلامياً بالعكس شغال فعال في السناب، في تويتر، في هذا السوشيال ميديا، أتكلم إذاعة، تلفزيون، برامج شعرية مختلفة، هل أنتم مظلومين كشعراء؟ هل هي محسوبة على شلالية معينة؟ وجهة نظر الشاعر عبد الرحمن الجنوبي. نعم، هذا شيء ما يختلف عليه اثنين، أن في كل يعني مجال في تحزب. نعم. وفيه يعني شلالية محتكرة على ناس عن ناس، ولكن الشاعر يفرض نفسه من خلال السوشيال ميديا والناس تعرف يعني تميز الشاعر بالنسبة. بالأول والأخير لحرية اختيار جمهوره، إذا يبي جمهور سطحي موجود مثل البلاط الأحمر. نعم. وإذا يبي جمهور كالأحجار الكريمة موجود، والشاعر بالأخير لحرية اختيار جمهوره. أنت اللي تختار جمهورك أو الجمهور هو اللي يختار الشاعر؟ لحرية اختيار جمهوره، إذا يبي جمهور نخبوي يكتب شيء نخبوي. نعم. وإذا يبي جمهور سطحي يكتب شيء سطحي سهل، مثل سالفة على جال ضوء. أيهم الأكثر على الساحة اليوم، اللي يكتبون سطحي أم اللي يكتبون نخبوي؟ والله شوف أخوي راشد، الشعر حاليا أصبح جثة هامدة تحركها كفوف الضلال في الساحة. الشيء الثاني يعني للأسف أخوي راشد، أنه ما يخفاكم، ما يخفى أكثر الناس اللي عندهم ذائقة، ولو أن الذائقة حاليا معدومة، شبه معدومة، ما نقول معدومة، شبه معدومة، ولكن أن الشعر أصبح يعني في زمننا اللي احنا نعيشه اصبح الشعر ارخص من الكلام، لدرجه انه لا يوجد الشخص المناسب في المكان المناسب. والله انت قاعد تفتح لي ترى اسئله كثيره، وانا ما ودي اخذ اسئله بدون ما اسمع منك قصائد. لا اخذ راحتك، اخذ لا فرصه جميله لتواجدك معنا اليوم، ولازم نسمع على قصائدك، وراح ارجع على هذه الاسئله ونتعرف. نعم. على ارائك وجهه نظرك. نعم. عبد الرحمن. نعم. الجنوبي. نعم. شنو يختار لنا من القصائد؟ ابى اختار لك قصيده تبين يعني محتوى كلامي اللي قاعد أقوله أنا. تفضل. بارق شق الغمامة وماطرها بدا، واسفهلت به عيون وقاع جرهدي، الليالي تقرض العمر والرجل اجهدى، ولا ماني شوح بين الثريا والجدي، يا مكان يستوي لي وله عمري فدا، أو بلاش من المشاوير يا الحظ الردي، جيت لملم ترثة العمر في حرف شدة، وتنمق غيها بالعلم من راس الندي، من حفايد عبس ليطال الطرقه مدى، شاعر ما هاب قطع المشاوير وحدي، استمد العرف من راس عاقل ورشدة، عارف في مجلس الشعر وينه مقعدي، مشرب الفنجال من دلة فيها صدى، أشربه من دلة صافية حمسة يدي، جيت لملم ترثة العمر في حرف شدة،
وتنمق غيها بالعلم من راس الندي من حفايد عبس لطال الطرقه مدى شاعر ما هاب قطع المشاوير وحدي أحمد الله واشكره كثر ما منه هدى وهبة من قدرة الله وضعها بجهدي كن ضيق البال ذيب على قلبي عدا وكن صدري له تراحيب من بيت أجودي ما بقى لليل باقي ونوحي له صدى عانق السهر المحاجر وقضع مرقدي وقمت قدي تهت البال والفكر حدا في حروف صفقها للحشا صفق بردي الأصابع تختلف والشواعير وحدا وش يجيب سهيل بالمنزلة عند الجدي للشعر فارس معاني وللحبك عقدا يا قصار الباع بالشعر لي باع مدي بارق شق الغمام وهداها اللي هدا لين سيله ذكر القفر بالغصن الندي. سلام قفل صح لسانك صح لسانك والله تتحدى ناس وايد. نعم نعم وانا كفل هالمجال هذا بالتاكيد بكمل لك هذا المجال بكمل لك هذه الجمله ولكن دائما الشعراء يعني الكلمة حاضرة عندهم كل ما شاء الله تتمتعون بديها وملكة من الله سبحانه وتعالى وهذه الموهبة عسى الله يبارك لكم فيها إن شاء الله ويبارك فيما تنطقونه وانت يعني خير من ينطق الكلام اللي فيه محله وبالتأكيد انت لك مكانتك وانت كفو لهذا الشعر اللي انت تقوله بالتأكيد. ما عليك زوجي عبد الرحمن اليوم انت اي خط ماشي في شعرك في انتقائك لقصائدك هل يستفزك الموقف العاطفي يستفزك الموقف العربي يستفزك الموقف الصداقة أم أنت تعطي لكل علاقة حقها ومستحقها في قصائدك؟ صح شوف الشعر عبارة عن شعور فواجب على الشاعر أنه يكتب ما يحسه من الداخل لكي يتلقاه المستمع في كل صدر رحب ويفهم ما يقوله يعني الشعر الله عطى الشاعر شيء أنه يتكلم عن شيء داخله يعجز عنه غيره ويعبر عن الآخرين يعني فتلاقي تعبر عن مشاعرهم يعني. صحيح تلاقي يعني اللي يدش السجن الله يكفينا شره يلجأ للشعر اللي يصير في موقف حرج يلجأ للشعر اللي يصير مثلا يعني يفارق يحب ويفارق أو كذا في مأزق يلجأ للشعر إما يستمع للشعر إما يقرأ الشعر نعم لأن الشعر متنفس لكن أنت أي خط عبد الرحمن أنا خط أنت أي لون مع الصداقة أكثر شيء مع الغزل أكثر شيء مع الوطني مع قضايا العربية أنا أنت مرآة لكل قضية يعني أنا مثل الشاعر مرشد البدال شو يقول يقول لازم الشاعر يكون مثل الصماط فيه مائدة من كل ما لذ وطاب ما لذ وطاب وأي إنسان يبي يختار له شيء معين ياخذ من اللي يبيه يلقاه في هذه المائده. لا انت شوقتنا الحين نبي نروح معاك، احنا نبي نسبح وياك، نبي نروح في بحرك، شاعر جميل وشاعر جزل تبارك الرحمن. الله يسلمك. فنبي ننطلق معاك شنو تختار لنا؟ انا اسئلتي ما راح اكثر عليه اسئله، كلها قصيد في قصيد مع عبد الرحمن الجنوبي. زين، ابى اختار لك غزل. تفضل. يقول تسامي يا حروفي ما خذلتك والسنين شحاح. تواردك الهجوس انصدرت من حرفي الضامي. أنا ماني من أشباه الرجال انطاح حظه طاح أنا لو جفت أوراق الصحف ما جفت أقلامي أحبك يا محرض غيرة الرمان للتفاح تغازلك الهبايب لانثنيت بعودك الزامي تقفاك الهوى يا أبو قوام لا وقف يجتاح تمايل وانت ما بين العيون ومصدر الهامي تزاورني طيوفك كل ما جرحت تجافي صاح تسامرها عيوني وانغفيت تمر بأحلامي لك الله يا حبيبي من عرفتك ما عرفت ارتاح تخطفني تجاعيد السنين وتقصر أيامي لك الله يا حبيبي من عرفتك ما عرفت ارتاح تخطفني تجاعيد السنين وتقصر أيامي رعاك الله يا ذاك المكان اللي بدربي لاح تجدد بالحنايا يوم شفته جرحي قدامي تعداني وسلهم بالعيون بنظرتين وراح انا وشلون اقاوم نظرته لمر قدامي الله 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 صح لسانك صح لسانك صح بدنك يقولون يعني اعذب الشعر اكذب هذا صحيح هذه الجمله نعم ولا نعم يعني مو بالضروره ان اي قصيده يعني يلقيها الشاعر ان تعبر عنه اخر نعم نعم مثل ما قلت قبل شوي انت في النهايه تعبر عن مشاعر الاخرين اكيد اكيد في مواقف تصير لك عبد الرحمن تضطر انك انت تقول فيها بيت بيتين اكيد اكيد لازم مثلا يعني يجيك بغض النظر عن الغزل يعني امور اخرى يجيك واحد من اصحابك مثلا يقول لي اكتب لي على موضوع كذا ولا كذا
يعني في بيتين أنا أكتبهم لما أقولهم في الساحة أو في السوشيال ميديا يقولون صاير للموقف هذا، هو ما صار لي بس صحيح. إنه صاير لصاحبي وجاي يشكي لي، فحسيت الموقف عشته وقلته. ليش يعني مو على سبيل كل واحد تبي تشرح له تبي تقول ليش سبب هالأبيات؟ أي صح. لكن الناس يعني الآن تستوعب هذه القضايا الآن كون السوشيال ميديا والإجابات. أنت بنفسك تجاوب مع الناس اللي شافونك. نعم. مثل اللي جاني قال لي عرفت قدر فلان يوم جربت فلان. نعم. فقلت وين أنت؟ وكري ما يبي غير طيرك. حنيت لك في ذمتي حيل واشتقت. عرفت قدرك يوم جربت غيرك لأنك بشر صعب يتكرر بهالوقت. الله. كملت عليها. إيه. فالبيتين هذه قلتها بإحساس. غيري يعني مو بإحساسي أنا، ولكن أنا شاعر أقدر أوصل له إحساس اللي يبي. اليوم عبد الرحمن في بعض الشعراء توجهوا إلى كتابة القصائد المتعلقة بالأفراح، سواء للرجل أو للمرأة، يعني يطلبون منه نبي قصيدة لفلان أو قصيدة لفلان، يعني من باب المجاملة أو من باب التجارة أو من باب يعني أن يكتب هذه القصيدة مقابل مادي، والله بالمبلغ الفلاني أنا أكتب كذا. يعني أنت رأيك في هذا التوجه من ناحية عام. المدح مو لا مو مدح الأشخاص. اليوم ناس عندهم فرح، عندهم عرس، والله نبي تكتب لنا قصيدة في بنتنا، نبي تكتب قصيدة في ولدنا مقابل مادي. في بعضهم يعني توجه إلى هذا التوجه، خلى الشعر مصدر رزق بالنسبة له. فأنت رأيك في هذه النقطة؟ الشعر أدب، والشاعر لازم أنه يكون أديب. ما في مشكلة لما أنه يكتب حق إنسان عزيز عليه، يكتب له بعرسه كهدية يقدمها له هدية. هذه أفضل عانية للمعرس. نعم. ولكن يبقى أن الشعر أدب، لا يروح يصير مثل يعني يكون طقاقة أو أنه يكون في كل سلعة عرس موجود بيع وشراء. إيه بيع وشراء، لأن الشعر يبقى أن الشعر أدب وليس قلة أدب. الشعر الغنائي عبد الرحمن، الشعر الغنائي موجود ومن زمانه موجود وله ناسه. أنت بالنسبة لك الشعر الغنائي ما حبيت تتوجه لهذا الشعر الغنائي؟ لا والله ما توجهت له كلش، والله أنا أكتب لنفسي. مو ببالك يعني. أنا أكتب لنفسي قبل لا أكتب لأحد، يعني أكتب لنفسي ك يعني التاريخي بعدين أن عبد الرحمن الجنوبي أصدر ديوان هذه قصائد اللي كتبها. فالغنائي يجبرك أنك تسهل المفردة حيل تكون بسيط، يعني في يعني خطها آخر مختلف. أنت نعم مو ببالك نعم. أنك أنت تدخل هالخط هذا الخط الغنائي؟ لا والله كلش مو ببالي. كل مو أنا ولد مبارك الجنوبي اللي ونعم. تبعت ساقته في ما درسني عليه ومدرسة مبارك الجنوبي. ونعم فيك ورحمة الله عليه. ونعم في مبارك الشاعر الكبير والقدير مبارك الجنوبي رحمة الله عليه. في قضية موضوع أيضا استضفنا العديد من الشعراء وأيضا المنشدين. كثير من المنشدين عبد الرحمن التقينا معاهم، يعني أعتقد أكثر من اثنين، وشيلاتهم دائما يكونوا أن هذه القصيدة للشاعر عبد الرحمن الجنوبي. إيه؟ يبدو أنك أنت تجمعك معهم علاقة طيبة يعني. إيه؟ أصحاب الشيلات والمنشدين. إيه؟ هل أنت على علاقة مستمرة معهم؟ اليوم المنشد هو يبحث عن الشاعر، أم اليوم الشاعر هو يبحث عن المنشد حتى ينشر هذه القصيدة؟ من اللي محتاج الثاني ومن اللي يضيف حق الثاني؟ والله الشاعر الزين كل يحتاجه، اللي يكتب خامة حلوة أو من وعي لغوي وفكر ما يوجد عند غيره، هني الناس تحتاجه. فلازم تكون مميز مثل ما أنت متميز في قناة الراي. جزاك الله خير. اي والله مثل ما أنت متميز أخوي راشد يعني بين المذيعين كلهم. وللعلم يعني هذا أول لقاء أنا وافقت عليه لأنه معاك وبقناة الراي. تشرف. ولا جتني عروض واجد ورفضتها والله. حياك الله وعزيز وغالي وين ما كنت. لكن نتكلم عن المنشدين نفسهم. المنشدين اليوم انت تتعاون معاهم من باب انه ايه؟ حاب انه ينشد وصوته جميل، تعطيه قصيدتك. نعم. انت لازم مواصفات معينه بهذا المنشد حتى عبد الرحمن الجنوبي يعطيه هذه القصيده ويشيلها. ايه. بالنسبه لك قواعدك شروطك شنو بالمنشد؟ انا اقول لك انه يكون منشد ناجح وصوته يكون من الخامات الحلوه، اللي عنده اذن موسيقيه يفهم ان هذا منشد زين. انت اكثر شيء مع بن صبح تتعاون. اي بن صبح هو اول تقريبا قصيده شالها جابر، ولا جابر بن صبح جابر. وفهد مع ولد عمه. نعم. اللي استضفتوه عندكم هنا. ونعم فيهم. فكانت القصيده اللي يقول صديت ما بيك تقراني من عيوني، لو ما بقالي كلام وصرت باقي لك، من زحمه الشوق في وضيقه ظنوني احترت، وشلون امد الوصل واجي لك، شفتك بعد طول غيب واختلف لوني، ما اخترت فرقاك في عز احتياجي لك، يا كبري بعين ناس ما يحبوني، ويا كثري ان جيت اسولف عن تفاصيلك، يا سيد الجرح هدت حيلي يطعوني، ما كنك الا الطريق اللي يودي لك سلامتك. الله صح لسان. فهذه صح كانت لسان. اول قصيده يعني
شالها ابن صبح وما شاء الله يعني كل من يسلم علي يقول لي صديت ما بيك تقراني من عيوني. جميل يعني في ابيات تعلم مع الناس. القصائد اللي اكثر شيء يعني الناس قامت ترددها عبد الرحمن اذا شافك اذا صادفك او ما يعرفك وتلاقي اليوم السوشيال ميديا ياخذون عيالهم او ياخذون بنات ويخلون يقولون الشيله هذه او يقولون القصيده هذه. فاكثر القصائد اللي علمت مع الناس لسهالتها وبساطتها ويعني الكل يفهمها. اي ابيات ابيات هي ابيات معينه. ابيات اللي يحب ويخسر الحب مسكين مسكين واللي مصبرني عليك انت حاجه قل له الفراق اللي ذبحنا من سنين ما دامنا حيين راح نتواجه. هذه يعني علمت مع الناس كل ما اسلم على احد بالعرس او بغيره او بمناسبه قال لي اياها. جميل. ايه وحتى بتويتر يعني اذا كتبت البيت هذا تلاقي مع كل حساب تقريبا. اليوم السوشيال ميديا ظلمت الشاعر عبد الرحمن ام ضافت للشاعر ونشرت شعراء جدد على الساحه ما كانوا موجودين، خصوصا اليوم التويتر وغيره انه يحكمك في ابيات معينه، قد دائما اسال ضيوفي هذا السؤال انه هو اليوم عبد الرحمن يطلع بفكره بيتين قد يكون قتلها على راشد اني انا اخ عبد الرحمن قفلها لي في بيتين، وانا نيتي اني اسوي عنها قصيده كامله. فيحصل معاكم هذا الموضوع؟ اي اكيد يحصل، اكيد يحصل هالشيء. الساحه فيها شعراء ولكن ما اخذوا حاصلهم من الاعلام. السوشيال ميديا خدمت ام ضرت؟ خدمت السوشيال ميديا. خدمت ناس في ظهورهم الاعلامي ولكن ما اساءت لكم كشعراء يعني اوجدت ناس بالساحه ما هم شعراء؟ اساءت من ناحيه الشعر الرديء اللي هو شعر السوق الصيني انا مسميه. نعم. الشاعر مثل التاجر. نعم. الشاعر مثل التاجر يجيب بضاعته للجمهور والجمهور له حرية الاختيار. نعم جميل. في موضوع أيضا خاص مع الوالد رحمة الله عليه الشاعر مبارك الجنوبي وأيضا الشاعر مفرح الضمني، وأنت كنت توك في بداية يعني عمرك شباب، كنت ما زلت شباب يعني في بداية طريقك، أسأل الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يبارك فيك بارك في عمرك. عبد الرحمن صار بينهم هم يعني شعراء يعني لا شغلهم غبار يعني شاعر مالك الضمي وشاعر بارك الجنوبي، وانت كنت جالس معاهم بالديوانيه. انا السالفه هذه صراحه انا بحثت وقالوا لي يعني بالاول، فقلت خليني بفاجئك فيها هذا الموضوع زين. فقالوا هم بينهم وبين بعض وعبد الرحمن دش معاهم قصيده رد يعني ارتجل معاهم قصيده او رديه بينكم، شنو الموضوع وش السالفه؟ هي تقريبا يسمونها في الشعر المحاوره. نعم. وهذه الشغله صارت كان موجود الله يرحمه ذبيحه مفرح الضمني شاعر عملاق ولا يحتاج اني اتكلم عنه رحمه الله عليه، والشاعر مبارك الجنوبي الله يرحمه كذلك كانوا مرشحين يعني في دوله الكويت على التمثيل في شعراء محافظه الفروانيه، والكلام هذا قبل 16 سنه تقريبا. فكنت صغير بالسن قلت لازم اني اخلد لي شيء معاهم بما انهم فطاحله شعر، فقلت يا سلام الله عليكم ولي قصدوا مرام. نعم. وانا قهويهم بالدوانية يا نعم. سلام الله عليكم ولي قصدوا مرام المعاني مثل قود الجمال نقودها. نعم. من يعرف الملعبة لا يضيم ولا يضام رجال الطيبة عارفين جدودها. الله. ابتسم فرح الضمني قال مرحبا ترحيب تنفيك يا راعي السلام ورجال الجود يا وليد مما جودها. كان يلتفت ابوي يضحك قال لا تعرض في سباع ان يدكون العظام بتعد عنها قبل تنطلق في قيوده. رحمه الله عليه رحمه الله عليه. يعني انت من باب الميانه كان ابوك موجود فتجرأت وقلت لازم اخلد شيء معاهم لانهم شعراء يعني من مؤسسين ديوانيه شعراء النبط يعني شعراء فطاحله. يعني قبل ان اختم معك عبد الرحمن يعني وتختار من قصائدك بالتاكيد، اليوم اين يجد نفسه الشاعر عبد الرحمن الجنوبي؟ هل تجد نفسك انت مظلوم في الساحة الشعبية أم فعلا أنت في الساحة الشعبية منصفينك؟ وموضوعك مع الخيل وعشقك للخيل. الخيل الخيل حب حب قديم يعني من 17 سنة وأنا وياها، فكتبت فيها قصيدة يوم صارت الله يذكره بالخير المسابقة اللي أخذت فيها المركز الأول في مركز الجواد العربي. نعم. بوصف الخيل العربية الأصيلة خلنا نسمعها. فأمسي على أسامة زيد الكاظمي من هذا المنبر. نعم. كان هو اللي يعني عارف الأمور هذه كلها وهو اللي يديرها. فقصيدة الخيل خذيت فيها المركز الأول في الوطن العربي وهذه نعمة من الله يعني وتحسب في تاريخي لأني أنا أحب هالخيل، فأكثر اللي شاركوا ما راح تمشي لين تقولها
ما راح تمشي تقول هالقصيده هذه. طويله القصيده شوي. لو تاخذ منها ابيات يعني اسمع منها وبعدين نختم في قصيده من اختيارك، بس ابيات من الخيل. ما تعلن الافلاس وصايل الخيل مرغوبه، شد درسا واضرب الاطعاس، ليالي العمر محسوبه، نوماس يا سابقي نوماس، يلي مزاياك محسوبه، صفرا خذت بالسباق الكاس، مضمره بطن مكروبه، قبة عزوم وقوية باس، مطبة السوق مجلوبة، جرم وقطاه وفناس وراس، والصدر في عرضه عجوبة، متعقربة والشليل أخماس، والخد في عرقه عروبة، إحرابة ذاني بقصر قياس، وعين من الكحل موهوبة، حني رقبتها تقول أقواس، من مفرق الكتف مسحوبة، جموح بين الرمك نبراس، وصالة الرس منسوبة، تمشي على دقة الأجراس، خطواتها نوبة ونوبة، خيالها متعب الأفراس، يا كم عسف قبلها عوبة، لزمت المقدم المياس، أعيش معها بغيبوبة، فيها من المترف الحساس عنقة وغيدة ورعبوبة، فيها من المترف الحساس عنقة وغيدة ورعبوبة، نشافها لو عديم إحساس مشاعره تلتفت صوبة، إن شافها لو عديم إحساس مشاعره تلتفت صوبة، تطرد عمس من براسه ياس، لها معزة ومهيوبة، تاريخها خط بالقرطاس، ولصفوة الخلق مركوبة، الرسول عليه الصلاة والسلام ولصفوة الخلق مركوبة، شجاع شهادة من شجاع الناس، أرعب عمر وأعلن التوبة، الضمر العاديات أكواس، ما في نواصيهن عقوبة. صح لسانك، صح لسانك، بارك الله فيك، ربي يوفقك ان شاء الله. بس ما جاوبتني وين تجد مكانتك انت اليوم، هل ماخذ حقه في الساحه الشعبيه عبد الرحمن الجنوبي ام؟ والله اخوي راشد انا اللي التقصير مني مو من الساحه، ولا دعوني يعني القنوات اكثرها دعتني، يعني الاصبوحات وامسيات، ولكن التقصير جاء مني بسبب ظروف انا مريت فيها. نعم فسرتها في البدايه ووضحت للجمهور بس، يعني اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله عبد الرحمن الجنوبي. شكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوه، موفق ان شاء الله. اذا حاب من كلمه بالختام او قصيده بالختام القرار لك. والله شنو حاب تقول بالختام وتختمها في قصيده ومع قصيده عبد الرحمن الجنوبي؟ شكرا لقبول هذه الدعوه، شاعرنا الجميل ودائما هو مميز، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. من قصيدته بعد ما تقول كلمة الختام قصيدته راح ناخذ فاصل، فشنو حاب تقول بالختام مع قصيدتك؟ أشكرك أخوي راشد على حفاوة الترحيب، ويعني كلامك صراحة أثلج صدري، بحكم أني أول لقاء يعني بقناة الرأي يكون معك. الشيء الثاني أشكر قناة الرأي على استضافتها لي، وشكرا لك أخوي راشد، هذا كل اللي أقدر أقوله. تفضل. شنو حاب نسبة؟ عم خيرات الوطن خيره، الحليم الواعي الصابر، الصباحي ما نبي غيره، مكرم أهل الدار والعابر، رد كيد الغزو تدبيره، يوم راس المشكلة دابر، هو حبيب الشعب وأميره، سيرته من كابر الكابر، يخضع المجد بحذافيره، الصباح لأحمد الجابر. سلامتك.